الشمس قاسية والحرارة لهيب والأرض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار فينك يا أيام الندى الخضرة يا أم الحنان يا حلوة يا مطرة فينك يا ضلينا فين إيدك تغطيني وتميلي كفك وتسقيني اطلع عليا يا سحاب يا أبيض ابسط جناحك يا سحاب وافرد وانطر عليا ميتك أنهار تبل ريق العيدان المصلوبين في النار بتاعك عارف ان ربنا موجود وعنده مخافة ربنا في قلبه ما كانش جرى اللي جراله اهو اللي حصل يابا الكلام ملهوش فايدة دلوقتي امر الله يلا بينا على النقطة يلا وشفت ايه هناك هناك بقى على السك الحديد شفت ناس كتير ملمومين حوالين الله يرحمه جمال وهو مدد بطوله على السكة كده ومين تاني كان هناك يا سعادة البيت انا ما بدققش ما عرفش مين كان هناك ما تكلم الباشا عادي يا جدع انت ايه مش شاهد لا انا مش شاهد يا بيه انا مهران سليمان شمروق مفيش فايده كلهم كده معصورين لقم واستهبال زي اللي قبله تمام خدوا بره احجزوا لغايه ما اشوف بره بره يلا يلا خد يا عسكري بره اللي بعده يلا على كلمه يلا فرج يا سعادة الباشا انت بقى فرج فرج حارس سلام ابتدي السن 45 سنة وساكن غرب البلد ما انت عارف الإجراءات اهو يعني يا سعادة البيه ايه اللي حصل بقى على السكة الحديد انا صدفة معدي على شريط السكة الحديد لقيت الواد جمال بيجري اتشنكل وقع جريت علشان اخلصه ما لحقتوش تخلصه والدم اللي كان على جلابيتك ما انا جيت اشده ما لحقتوش القطر خبطه طرطش الدم عليا فرج يا سلامة يا سعادة البيه في حاجة مفيش هفرج عنك بكفالة اللي تشوفه سعادة البيت الكل اهل فرج يا سعادة الباشا كفالة 5000 جنيه لا 5000 جنيه ده كتير يا سعادة البيت مش كتير على الحكومة يا فرج استلمهم منهم مرة الكبير طلع ركاية يلا اسمعوني على الارض انا جاي وراك اقعد يا سيد ناس يلا رجاله يعني محدش عارف ايه اللي حصل بالظبط هو حاجه زي كده ما هو مش معقول دم جمال يروح هدر على الاقل في مسؤوليه على فرج ما هي النيابه انت عارف يا ناجي ملهاش غير الشهود والادله الماديه طب والدم اللي كان مغرق هدوم فرج بيقولوا انه حاول ينقذه لكن ما قدرش وام جمال عامله ايه حالتها ما تتوصفش تصعب على الكافر ايوه ما عملتلوش جنازة ما لبستش اسود عليه لحد ما تاخد بتاره ملهاش سيرة غير طالب ابنه وفرج فرج
فرج بيزيد في الافتراء والشر يوم بعد يوم. يا ساتر، بيجيب الشر ده كله منين؟ مش عارف. الانسان بطبعه شرير. شرير كده ازاي؟ ده كلام ربنا. داود النبي نفسه قال: ها انا ذا بالاثم صورت وبالخطيه حبلت بي امي. بالبطن يعني؟ معقول ده؟ ده العيل بيتولد من بطن امه زي الدفته البيضاء. الظروف والحياه هما اللي بيملوا قلب الانسان بالشر. طبعا كل ما بنكبر كل ما بنتلطخ بالشر. انا زمان كنت فاكر كده، لكن الحقيقه ان الانسان بيتولد وخطيه ادم وحواء معششه فيه من جوه. ظروف ايه اللي تخلي قايين يقتل هابيل اخوه؟ ظروف ايه اللي تخلي الطفل يكسر ويدمر ويخرب اي حاجه يطولها بايده؟ ايوه لك حق يا ناجي. فاكرين كمان ابن وهبي وهو عمر 4 سنين يتعارك مع اخوه الصغير ضربه بالفاس فلا دماغه؟ ايوه صحيح، دي كانت حكايه. عندك حق، كلامك صح، اهم دول اخوات وتربوا مع بعض. الانسان بيتولد والشر جواه، ده كلام ربنا. يعني ايه؟ يعني الجدع اللي اسمه فرج دي هيفضل مفتري كده على طول، مش هيتهدى ابدا لحد ما ربنا يهده زي ما هد المفتريين اللي زيه. مين؟ مين اللي على الباب؟ اتفضل يا نعم اتفضل. مين؟ انا ام جمال يا ابراهيم. اتفضل. اهلا وسهلا يا ام جمال، اتفضلي بيتك ومطرحك. فضلت مستنياك على نار وكنت بصلي لربنا علشان يبعد، واخيرا ربنا استجاب الصلوات. وانا تحت امرك يا ام جمال. وانت قد ايه لك يا سيناجي؟ اتفضلي ارتاحي يا ام جمال. يرضيك يا سيناجي ان ده من جمال يروح حضر كده؟ ما يرضينيش طبعا. ده عشمي فيك يا ناجي، الحكومه ما عملتش حاجه، وسمير ابن جمال صغير ما يقدرش ياخد بطار ابوه، وانا حرمه ماليش حد في الدنيا، مفيش رجاله تاخد بطار جمال. ربنا موجود يا ام جمال، ربنا موجود، في عداله الهيه، ودم ابن الجمال مش ممكن يروح حضر. انا مش عايزه حد يعزيني، انا عايزه اللي يقف جنبي ويساعدني ضد المفتري، مفيش غير ناجي هو اللي قصده. اسمحي لي يا ست ام جمال، فكره الطار دي فكره غلط، الانتقام ده عمل ربنا مش عملنا احنا. بولس الرسول كتب وقال: لا تنتقموا لانفسكم لي النقمه، انا اجازي يقول الرب. يعني ايه دم جمال يروح حضر؟ احكي لي انت بس ايه اللي حصل ونشوف هنعمل ايه. انا سمعت ان فرج افرج عنه بضمان 5000 جنيه. ايوه بس احنا ما حكيناش ايه اللي حصل بعد كده. يا ريت انت يا ام جمال تحكي، يمكن تستريحي. اللي حصل بعد كده انا عاوز افهم. حضرة الظاهر جبتوني ليه تاني على ملا وش؟ مش البي وكيل النيابه افرج عني خلاص؟ يعني مفيش تهمه ولا حاجه؟ احنا اللي نحدد فيه تهمه ولا مفيش؟ تحت امرك يا سعاده البيه. احنا فتحنا التحقيق تاني عشان في جديد. خير اللهم اجعله خير. في شاهد شافك وانت بتجري ورا المجني عليه جمال بالكرباك لحد ما قرب القطر، قمت زقته تحت عجل القطر. حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش يا سعاده البيه، كذب. واجهني بالشاهد ده وانا مستعد اوريك قد ايه هو كذاب وحاقد. اواجهك بيه؟ اواجهك بيه عشان تخلص عليه هو كمان زي ما خلصت على جمال؟ يا سعاده البيه ده ظلم ظلم. وبعدين انا مش هفتح بوقي بقى باي كلمه الا لما تواجهني بالشاهد ده. هتفتح بوقك غصب عنك، انت فاكر الدنيا ايه يالا؟ على مزاجك ولا تحت امرك؟ فوق يا ده انت فوق. مش عارفه اودي وشي منك فين يا جنيدي، كل شويه كده تعباك معايا. انت اختي يا ست فهيمه وتؤمري. بس تفتكر ظابط المباحث طلبه ليه؟ مش عارفة، يمكن عشان القضية اياه. انا لما لقيته اتأخر كده قلت مفيش غير ابويا شهدي المعصراني. زي كل مرة. فرج كان فاكر الموضوع خلص خلاص، لكن يظهر هيطول. اصلهم ما يطلبوهوش الا اذا كان في حاجة جديدة في القضية، صح؟ ربنا يجيب العواقب سليمة. يا رب. ايه اللي خلى هدومك تتغرق دم؟ زي ما قلت لسعادتك قبل كده، اترميت عليه وشديته بايدي علشان انقذه. عشان تنقذه؟ واللي عاوز ينقذ واحد يجري وراه بالكرباك لحد ما يقع تحت القطر. يا سعاده البيه انا كنت بخوفه بس علشان ما يمنعش الميه عن ارضه. البلد كلها بتقول ان انت اللي منعت الميه عن ارضه. البلد كلها بتحقد عليا،
لان انا راجل شغال وناجح، وهم ما لهمش شغلانه الا الرغ والنم وقعده المساطر. احسن لك تعترف، التهمه ثابته عليك، ثابته عليك. لما اشوف الشاهد ده الاول يبقى فيه تهمه. دري يا جدع انت، يعني انا بكذب عليك؟ بكذب عليك؟ ده سعاده الباشا العفو، انا ما اقصدش. خلاص ورناش غير سفارك بتاعك المره دي، ما عملش حاجه خالص، خدوه كده من الدار للنار. مسكين يا حبه عيني، انت فاكره القضيه خلصت ولا ايه؟ ربنا يجيب العواقب سليمه يابا. مش باين، الناس كلها بتحقد عليه يابا، غيرانين منه الكبير كده، الناس بتغير منه، الناس بتتميل الغل والحقد لما تشوف حد ناجح وخرج ناجح وكبير. مين صار اقول لك يا رضا ان في فرق كبير قوي بين الناجح المحبوب والمفتري المكروه. الفرق ده مفتري مكروه. اوعى تفتكر الدنيا فوضى. هو يعني عشان ام جمال ست وحيده تقوم تستفرد بابنها وتخلص عليها؟ يا سعاده البيه ما حصلش. في حكومه وفي نظام، حتى لو كانت ام جمال ست وحيده فالحكومه هي راجلها. راجلها اللي هياخد لها ابطال ابنها. جمال ده مش ابنها بس، ده ابن الحكومه كمان. وانت عارف ان الحكومه ما بتسيبش طارها. يا عسكري، خدوا عسكري حطوا في الحجز لحد ما يتعرض على السيد وكيل النيابه. يا سعاده البيت ده ظلم، ظلم، حرام عليكم كده، حرام حرام. وانت لو تعرف الحرام كان جرى اللي جرى. انا شهد المعصران يا حما فرق، جيت عشان اذا كان في كفاله او اي حاجه فانا تحت امرك. كفالة الإفراج عنه 20,000 جنيه. ياه، تقدر تدفعها يفرج، ما تقدرش خلاص خليه مشرف عندنا هنا. أقدر. اتفضل. المبلغ كله هردهولك على داير مليم يا عم شرطي. إيه اللي خلاهم فتحوا التحقيق تاني؟ معرفش، بيقولوا في شاهد جديد شهد عليا، لكن الكلام ده كله كلام فارغ. اصل الظابط ده مستجدع فيها وشدد حيله، لكن على مين؟ بكره يتهدي زي غيره. مين الشاهد ده؟ معرفش، بس هو خلى الشهود اللي انكروا في الاول يغيروا كلامهم. هنجيب لك اكبر محامي في البلد. يعني لو كان جمال باع لك ارضه مش كان ريح نفسه وريحك وريح الدنيا كلها وما كانش حصل اللي حصل؟ خد ايه من تحت دماغه الناشفه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ يا ارضه كان لازم يتمسك بيها. اهو اتمسك بيها. المهم بس نشوف محامي شاطر يترفع عنه. وحياتك يابا، وحياتك. حاضر يا فهيمة، حاضر. الاطلاع على المذكرات المقدمة وسماع الدفاع وشهادة الشهود في القضية رقم 1396 جيم والمرفوعة ضد المدعو فرج حارس سلامة، حكمت المحكمة حضوريا بالبراءة لعدم كفاية الأدلة. رفعت الجلسة. لابد الحق يبان وربنا ياخد لها بطار. بتتوشوشوا على ايه يا بنت انت وهي؟ يوه مالك يا ام فارق؟ بقول لك ايه يا شاطره، كل واحده تحط لسانها في بقها احسن اقطعه لها بسكينه كلمه كده اهو. ايه يا اختي البلاوي دي؟ بس يلا يلا يا خالتي، يلا ابويا مستني. ظالم وليش نهايه؟ ليك يا رب شايف وعارف. شايف؟ شايف فين؟ فين؟ فوق في السماء. وحبيبتي ايه فوق في السماء؟ يجي هنا علشان ينتقم من الظالم. الله جرى يا ام جمال، ما تتقي الله. اتقيه ازاي؟ اتقيه ازاي وهو سايب كل ده يحصل؟
الله الكلام ده كوف ايه كده يا سمير تعال يا ابني انت شفت النبي داود بيقول ايه بيقول ايه لا تغر من الاشرار ولا تحسد عمال الاسم لانهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الاخضر يزبلون انت بس عم نظير امتى ده يحصل انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون يا رب يا عم نظير يا رب الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لرمي المسكين والفقير لقتل المستقيم طريقهم سيفهم يدخل في قلبهم سامع يا سمير سامعين يا أولادي سامعين يا عم نظير كان يوم اسود يوم الحكم الظالم ده دول جابولهم محامي جدع قوي من مصر جيب عربية مرسيدس وخد منهم ياما ياما قوي كان بيلعب بالقاضي ده ولا الشهود رعبهم ولخفنهم ورباكهم وبعدين يا أم جمال عملت استئناف عملت وخسرت يا ابني وكان يوم أسود من الأولان كنت مستعد أصرف اللي ورايا واللي قدامي في المحاكم لكن ولاد الحلال قالوا لي مفيش فايدة مفيش فايدة ازاي؟ لأن المحاكم يا ابني بتنصف الظالم والغني لكن الفقير والمظلوم ملوش سكة في المحاكم مش معقول معقول قوي يا ابني القوي كده بيتيح في الخلق ومحدش يقدر يقف وشه بس القوي ليه الأقوى منه؟ وأنا بقى جيت للأقوى من فرج مين؟ انت يا دنايا انا يا ام جمال امال انا طبعا انت يا ابني لما كنت هنا كنت شتمه ولما سافرت طاح وفرت البلد كلها طول عمر فرق طايح كده ومفتري في الخلق سواء ناجي هنا ولا ناجي مش هنا انا فعلتك يا ناجي انا جاي استنجد بيك يا ابني وانا هعمل ايه بس تنتقم لي تاخد بطر ابني اخوك جمال يا ناجي جمال اخوك ربنا بس هو المنتقم يا خالة أم جمال ربنا مش احنا ايوه ما هو ربنا هينتقم لي بدراعك انت اهدي انت عايز ناجي ياخد بندقيه ويروح يقتل فرج يروح يقتله على السكه الحديد ويسيح دمه هناك مطرح ما ساح دم ابني جمال ناجي يعمل كده فرج عمل هو ناجي اقل من فرج مش اقل من فرج لكن اكيد مش زيه مش زيه ليه مش زيه ليه ربنا ما بيقولش كده ما بيقولش كده ابدا امال بيقول ايه سيبوا المجرم يبرطع في وسطكم لا تنتقموا لانفسكم لي النقمه انا اجازي يقول الرب وقال ايه كمان قال لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير يا خسرتك يا ناجي الغربه غيرتك وقتلت الشهامه اللي كانت فيك الغربه الطويله غيرتك مش الغربة اللي غيرتني يا ام جمال ربنا هو اللي غيرني استهدي بالله يا ام جمال اهدي بالله خير اهدي بالله اهدي بالله ابعدوا عنه استهدي بالله ابعدوا عنه ابعدوا عنه اهدي طيب بالله استهدي ربنا مبارك لنا في الزرع محلى الارض وهي كسيها الخضار حاجه تشرح القلب صحيح احنا عايشين ببركه ربنا يا ناجي عايشين في خير وفضله المسيح كان بيحب الزرع كان دايما يمشي هو وتلاميذه وسط الحقول والغطان ياما تامل فيها وعلم منها كان بيقضي الساعات هو وتلاميذه والناس وسط الزرع
اتكلم عنه كتير وقال امثال ويا معلم. طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماء يقوتها. ولماذا تهتمون باللباس؟ انظروا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. فإذا من ثمارهم تعرفونهم. هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف. وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع. يا قلبي يا حديد يا خشب يا صلب، يا شفة الفخار ومتشكل في صورة قلب، عطشا ومحروم وصابر على الضنا والغلب، عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب، اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان، بانت بشاير الربيع فوق الغصون الوان. يا قلبي يا تايه ورا وهمك، ودع شقاك وقطع حبال همك، وارسم على صفحتك عصفور ووردايا، وزع بشينك على القلوب وابنها من فرحك، الشر يكوي القلوب والنار يحرقها، والرب يرعى الشعوب وخيره يرزقها. ولا حد يروي النفوس غير اللي خالقها، وهو يشبع كل اشواقها، يفرد جناحه الكبير ويقول لنا من فوقها، يفرد جناحه.